مرحبا، معكم أنور سنان وأهلا وسهلا عندي في القناة. بهذا الفيديو بشرح لكم طريقة تشغيل الإيسم على أي هاتف لا يدعمها، وأنا أقصد بهذا الفيديو أجهزة الأندرويد فقط، لأنه على أجهزة الآيفون ما تقدر. ففي منتج اسمه إيسم مي، هذا المنتج تشتريه، طبعا بشرح لكم طريقة الشراء في آخر الفيديو، وفي منه عدة أنواع وفئات وبتختلف الأسعار، ويعني عشان تعرف إيش المنتج المناسب لك فشوف الفيديو الأخير. ولازم تنزل أول شيء قبل ما تشتري المنتج البرنامج من على الأب ستور اللي هو إيسم مي. أوكي، أنا بسيب له رابط موجود أسفل وصف هذا الفيديو، فبتنزله أول شيء على تلفونك عشان تتأكد هل جهازك يدعم هذا المنتج أو لا، لأن الأجهزة الحديثة ما تدعم، بس تنتظر كذا عدة أيام أسبوع شهر لحد ينزل تحديث، وهذه القطعة راح تكون مدعومة بكل تأكيد. أما بالنسبة للأجهزة القديمة فكثير منها ما تدعم، بالذات الأجهزة الصينية الغير معروفة، لأنه هذا المنتج يدعم براندات يعني معروفة زي الأوبو، الهواوي، سامسونج، الجوجل وزي كذا، يعني عارفين أنتوا. فأنا شاري منهم مجموعة، وقبل نزلت لكم فيديو شورت، ففي ناس كثير تستفسر عن طريقة الاستخدام يعني بشكل تفصيلي، فبهذا الفيديو أنا بشرح لكم. طبعا بعد ما تنزل البرنامج على جهازك الأندرويد فبتيجي من هنا تفتحه، فبيقول لك هل جهازك مدعوم أو لا. أنا عندي جهازي هذا السامسونج مدعوم، كويس جدا، فبعمل كونتينيو. الآن بيسألني هل أنا عندي حساب أو لا. إذا ما عندي حساب تيجي تنشئ من هنا، سواء شخصي أو شركة، فأنت غالبا بتختار شخصي، تعبي البيانات، اسمك الأول والأخير، تاريخ الميلاد والعنوان، وهنا تعمل أجري 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 والبريد الإلكتروني ودن، بيكون عندك كذا حساب. أوكي، أنا أريد عندي حساب، فبيجي أدخل عليه، أنا بكتب البريد الإلكتروني تمام، وأعطيه دن، بيجيني كود التحقق للإيميل 177357 فيريفاي. الآن بس تنتظر، لأنه أنا الشريحة مو موجودة بداخله فبيأخذ وقت شوية. طبعا هذا الإيسم.مي بيجي بداخل هذا الظرف. أوكي، طبعا تريبل كات بيدعم الأندرويد فقط. عندك هذا المنتج هو إيسم.مي. هنا عندك دليل التعليمات السريع، ما أنه أنت بتشوف هذا الفيديو ما تحتاج تقرأ هذا دليل التعليمات، لأنه بشرح لكم كل شيء تمام. في عندك هنا مقاس الستاندر، مقاس المايكرو، مقاس النانو، غالبا كل الأجهزة الآن تجيب مقاس النانو. أوكي، فحاليا بيقول لي إنه الجهاز لم يستطع التعرف على الإيسم مي كارد، لأنه هي لسه ما دخلناها داخل الجهاز. أوكي، فتعطيه نو. فالآن بيقول لك إذا لسه ما اشتريتها تقدر تشتريها وتحصل خصم 3%. فأنا أريد عندي المنتج، فبس أجي أفتح الكفر هذا تمام. دي هنا مفتاح كرت السم، أفتح الكلبة، بركب الشريحة بهذا الشكل. أوكي، برد البيت داخل التليفون، أطلق الكفر. أوكي، ممتاز جدا. الآن بجي على البرنامج إيسم مي، أعطيه يس إني ركبت الشريحة، بعمل ريستارت للأبليكيشن تمام. الآن فتح معاي الواجهة الرئيسية تبع البرنامج، هنا عندك إيسم 1 وهنا سيم 2، فأنا طبعا مركبها في المنفذ رقم 1 لأن ذا الجهاز فيه شريحتين، عرفت كيف؟ فأنت إذا كنت مركبها برقم 2 فبتيجي هنا. أوكي، أنا هنا المنتج تبعي الإيسم هذا يدعم 15 إيسم بنفس الوقت، فأنت بس تدخل تعمل سويتش، تعمل إنيبل ديسيبل على حسب الباقة اللي أنت تبغى تشغلها أو الشريحة. المهم فأنا إلى الآن ما عندي ولا شيء، 0 من 15. فلما تيجي تركب شريحة إيسم تضغط من هنا، عندك أكثر من طريقة، عندك سكان كيو آر بيطلب منك صلاحيات الكاميرا. أوكي، تيجي تعمل سكان للكود. والطريقة الثانية عندك من الجاليري أو الليبراري، وهنا عندك أوتو ديسكفري، وهنا عندك إنتر مانوالي تمام. أنا عندي هنا من الليبراري، أنا عندي أوريدي إيسم، أشتريه جاليري، بختار الكود، أعمل له داونلود، نقول بروجريس دونت انتربت، انتظر بس يتم التثبيت بنجاح. أوكي، هنا بيطلب منك تسميها، بسميها بالاسم الافتراضي اللي جاي، كونتينيو. نعمل التالي، نبي كل ايش نوع هذه الاسم. انا داتا فقط مو داتا فويس. هنا هل هي الكفرج لوكال ريجيونال او جلوبال؟ هي جلوبال اللي عندي، فانت لو كانت لوكال ترها لوكال، لو ريجيونال يعني اقليمي. اوكي، لوكال معني محلي، جلوبال يعني عالمي. هنا تختار كم الليميت اللي انت تبغاه يوميا، انا بحددها انليميتد. وهنا كم صلاحيتها الاسم، عندك صلاحية بالايام او الاشهر او لا محدودة، انا عندي لا محدودة. اوكي، ضبطت الامور، اعطيها دن. انا بقول لي بس ده تقييم الابلكيشن، بعدين دن. اوكي، خروج، كونتينيو. اوكي، بقول لك ثانكس فور شيرينج الان.
هنا عندك الإعدادات تقدر تعملها disable أو enable. هي الآن disabled فأنا بعملها enable. enable يعني تفعيل. أوكي أنا فعلت الاسم الآن في الجهاز، فهنا بيقول النوع النمبر لأن هي داتا فقط إنترنت فقط، عرفت كيف؟ وأنت من هنا في عندك اسم مي كارد إنفو، هنا بتحصل معلومات الاسم تبعك الشريحة اللي أنت مشتريها، عندك الإي آي دي أوكي، وهنا نوعها أومني. أومني ذا اللي هي أعلى فئة. هنا عندك داونلود هيستوري، كم انت مرات ركبت اسم بداخل الجهاز. اوكي هنا عندك النوتيفيكيشن الاشعارات، هنا عندك تيرمز اوف يوز برايفسي بوليسي، هنا عندك سيتنجز اسم بروفايل ريفرش الديلي بالملي سكند زيرو، هنا اسم بروفايل ديسكريبشن خليني نفعل هذا بشكل افتراضي، هنا عندك سوفت وير ابديت هذا اخر ابديت ما في بعده، هنا الاسم ابديت كمان ما في بعده لانه انا لسه جاريهم، عارف كيف؟ فانت لو مركب اكثر من شريحة اسم فمن هنا مثلا تيجي تعملها ديسيبل اوكي، تنتظر بس لحد يخلص ايقاف اوكي، وتشغل الشريحة الثانية. انا بس بحالتي ما عندي الا واحدة، فنفترض ان هذه الشريحة الثانية فبيجي تفعلها بذي البساطة. البرنامج يعني التعامل معاه جدا بسيط، عرفت كيف؟ والان الاسم هي مثبتة داخل اسم مي الشريحة اللي احنا مركبينها، فانت على حسب لو انت مشتري الاسم اومني تقدر تروح تركبها على اي جهاز ثاني تشتغل معك عادي، بس لو مشتري سينجل ولا مالتي، المالتي يشتغل على الجهاز اللي هو نفس البراند، لو سامسونج الى سامسونج، بس السنجل على نفس الجهاز ما تقدر تنقلها، فهمت كيف؟ فانا انصح انك دائما تاخذ اعلى فئة اللي هي الاومني هذه، لانه تقدر تستخدمها باكثر من جهاز، فانت مثلا لو اشتريت السنجل ولا المالتي بعدين اشتريت جهاز ثاني فاحتمال ما تشتغل معاك وتروح تشتري اسمي اخرى مرة ثانية. وبس هذا كان كل شيء عندي اليوم، لا تنسي تشترك عندي في القناة وتفعل جرس الاشعارات، لايك كومنت شير، مع السلامة.